خلها لما نخلص لما يجي صاحبنا احنا خسرنا. الله يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه. الله يسلمك ويطول عمرك. والله شو شو شوف عينكم. الله يخليك لي. اليوم من حفل استقبال النائب السابق قيصر المسلم. نعم. في كلمه من النائب خالد عتيبي. والله نقول لابو علي فيصل المسلم حياه الله في ديرته وعند ربعه وجماعته وبلده وطالت غيبته، والحمد لله رب العالمين كانت يعني نهايتها عفو كريم من سمو الامير حفظه الله ورعاه، يعني عم الفرح في الكويت كلها. نحمد الله وانتم شوفت عينكم الحمد لله. الله يديم الافراح على الجميع يا رب العالمين. رئيس الوزراء القادم سيكون تعاون بينكم وبينه؟ هذا في حينها مو الحين، في حينها ان شاء الله. اليوم يوم افراح، السياسه خلها تالي. استاذ خالد كتبت 31 لا زالت موجوده؟ شلون؟ كتبت 31 لا زالت موجوده؟ والله يا سيدي الفاضل كتلة 31 إن شاء الله تجتمع على مصلحة الكويت بإذن الله إن شاء الله.